بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات كتاب لا تنقضي عجائبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا بيدعونا للتدبر وقراءة القرآن عشان نتأكد ونوقن أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل. وإحنا بنقرأ في القرآن بنلاقي آيات كتيرة جدا بتفتح عندنا أفاق لمعاني وتفكر وتدبر ممكن نكون ما مرش علينا قبل كده وإحنا بنقرأ نفس الآية. النهاردة لنا معاد مع كلمتين وردوا في القرآن الكريم: كلمة الدنيا. وكلمة الدنيا وردت في القرآن الكريم 115 مرة، والكلمة الثانية هي كلمة الآخرة. ومن العجيب أن كلمة الآخرة اللي هي مضاد كلمة الدنيا وردت أيضا في القرآن بعدد 115 مرة. ودي حاجة تخلينا نقف منبهرين أمام هذا الإعجاز وهذا الجمال وهذه الدقة. فعلا كما يقول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فسبحان من كان هذا كلام. ولما بدأنا نراجع الآيات آية آية بصينا في كلمة الدنيا، أولا فوجدنا أن كلمة الدنيا وردت 115 مرة، بس في آية من 115 ما كانش معناها مقصود به الدنيا اللي هي الحياة الدنيا، ولكن مقصود به حاجة تانية خالص، وهي قول الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. كلمة العدوة الدنيا تعني الجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، أي المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في غزوة بدر، وكان المسلمون يقفون في الجانب الأدنى من الوادي، فكلمة الدنيا هنا ليس معناها الحياة الدنيا. يبقى أصبح عندنا كلمة الدنيا تتراجع من 115 وتبقى 114 مرة. وعند مراجعة كلمة الآخرة فوجئنا بأن كلمة الآخرة أيضا فيها كلمة لا تعني الآخرة التي هي الدار الآخرة، وإنما تعني شيئا آخر، ألا وهي قول الله عز وجل: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه الآية عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا هذا في دين قريش. فأصبحت كلمة الآخرة هنا لا تعني الدار الآخرة، وأصبح كلمة الآخرة تتعادل تماما مع كلمة الدنيا. وردت الدنيا 114 مرة وهي تعني وتقصد الحياة الدنيا، ووردت كلمة الآخرة 114 مرة وهي تعني الدار الآخرة. ممكن حد يقول لازم يجوا متساويين عشان هم دايما بيجوا مع بعض، كقول الله عز وجل: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أو قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فنقول وبالله التوفيق ليس كذلك إطلاقا، بل بالعكس، وردت كلمة الدنيا في القرآن منفردة 56 مرة، ووردت كلمة الآخرة منفردة أيضا 56 مرة. ومن أمثلة كلمة الدنيا قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأما كلمة الآخرة فيقول الله تعالى: فلله الآخرة والأولى. وقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. يبقى كده كلمة الدنيا
وردت منفردة، وكلمة الآخرة وردت أيضا منفردة. طبعا ذكرت الدنيا والآخرة في آيات كثيرة مجتمعة مع بعضها، كقول الله عز وجل: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وقوله: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله تعالى السداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.